بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. طيب، نحن حنواصل في الكلام الذي انقطع بنا بالأمس، وفيه تتمة كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قاله في مجموع الفتاوى. طيب، قال بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار. بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثما بذلك. والملوك اللي بيقصدهم هنا هم ملوك مسلمين، هو يقصد ملوك المسلمين. قال بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثما بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير. كانوا كفارا فصاروا مسلمين، وذاك كان شرا بالنسبة إلى القائم بالواجب، وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير، أي الكفار الذين دخلوا الإسلام. وهو يقصد أن بعض الملوك المسلمين قد يغزون بلدانا كافرة ويحدثون مظالم وفجورا، لكن بسبب هذا الغزو يدخل كفار في الإسلام، فيكون غزو هذا الملك المسلم فيه ذنوب يتحمل وزرها بالنسبة لطريقته الغلط في الغزو، وفي جانب آخر يحدث خير كبير بدخول بعض الكفار في الإسلام بسبب هذا الغزو. وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب، والفضائل والأحكام والقصص، قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير ممن كانوا عليه. يعني حديث ضعيفة قد يلقيها عالم وهو لا يعرف ضعفها، وهذه الحديث في أبواب الترغيب والترهيب والفضائل، وقد تكون في باب الأحكام لا يؤخذ منها حكم جديد، لكنها تكون تعضيدا لحكم أصلا قائم. طيب، قال فينتقلون، قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه وإن كانت كذبا، وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف، ثم إذا أسلم وطال مكثه بين المسلمين دخل الإيمان في قلبه. فنفس ذل الكفر الذي كان عليه وانقهاره ودخوله في حكم المسلمين خير من أن يبقى كافرا، فانتقل إلى خير مما كان عليه، وخف الشر الذي كان فيه، ثم إذا أراد الله هدايته أدخل الإيمان في قلبه. والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.
والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الخلق بغاية الإمكان ونقل كل شخص إلى خير مما كان عليه بحسب الإمكان، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وأكثر المتكلمين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة، لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين وأهل الكتاب بباطل المسلمين. يلا هنا بيرد شر شنو؟ شر أخف، أي اللي هو رد شنو؟ رد باطل الكفار، يعني سواء كان مشركين أو أهل الكتاب، بباطل شنو؟ بباطل المسلمين. فيصير الكافر مسلما مبتدعا، فيصير الكافر مسلما مبتدعا. وأخص من هؤلاء من يرد البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة أخف منها، وهي بدعة أهل السنة. وهنا يقصد أهل السنة شنو؟ يقصد الأشاعرة والمتكلمين، أي لأن دول بيسمون أهل السنة في مقابل من؟ في مقابل الرافضة. حتى المعتزلة في مقابل الرافضة بسموهم شنو؟ سموهم أهل السنة، لأنه كما سيأتي المعتزلة بيثبتوا خلافة الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومتفقون على إجلال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. فطالما بيثبتوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبيجل الأربعة وبيجل الصحابة، فهم في هذا الباب خير من الرافضة بما لا يقارن. آي طيب، قال وقد ذكرنا فيما تقدم أصناف البدع، ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج. بعد الخوارج ده لما نجي نتكلم عنهم حنبين أنهم ليسوا من والا واحدا. أي يلا الخوارج يعني اللي جاءت أو اللي وردت الأحاديث في تحديدهم والكلام عنهم، لماذا كانوا شرا من المعتزلة؟ لماذا كانوا أشر من المعتزلة؟ لماذا؟ لأنهم بكفروا عثمان رضي الله عنه خوارج، وبكفروا عليا رضي الله عنه، وبكفروا معاوية، وبكفروا أبا موسى الأشعري، وبكفروا عمرو بن العاص. وهذا لا شك شنو؟ هؤلاء لا شك في أنهم شنو؟ فأنهم شر متناهي، أي لا شك في أنهم شر متناهي. قال فإن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان، وكذلك المعروف عنهم أنهم يتولون عليا. قال والذي عليه عامتهم تعظيم علي رضي الله عنه. قال وكلهم يتولى عثمان ويعظمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، ويعظمون الذنوب، لأنه بيقولوا صاحب الكبيرة في منزلة بين شنو؟ بين المنزلتين. فهنا ظاهر عندهم تعظيم للذنوب وتخويف شديد من شأنها، لكن بصورة فيها غلو، بصورة فيها شنو؟ فيها غلو. طيب قال ويعظمون الذنوب، فهم يتحرون الصدق كالخوارج، لا يختلقون الكذب كالرافضة، ولا يرون أيضا اتخاذ دار كالخوارج، ولهم كتب في تفسير القرآن ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم محاسن كثيرة يترجحون على الخوارج والروافض، وهم قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته وحكمته وصدقه وطاعته، ووصولهم الخمس عن هذه الصفات الخمس، لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد من أصولهم الخمسة. يلا إيتوا هنا تلاحظوا في كلام الشيخ شنو؟ تلاحظوا في كلامه، في كلامه يوجد اتزان واضح، أي فهو لا يريد أن يتوهم متوهم أو يلتبس عليه أمر بأن الشيخ يمدح المعتزلة مدحا مطلقا. هذا ليس من هدي شنو ولا من طريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية، بل رد عليهم غاية الردود
وبين باطلهم غاية البطلان، لكنه هنا يتكلم في معرض المقارنة بينهم وبين الرافضة. أي قال: فجعلوا من التوحيد نفي الصفات وإنكار الرؤيا والقول بأن القرآن مخلوق. يلا الآن دشنو بمثالهم. فوافقوا في ذلك الجهمية وجعلوا من العدل أنه لا يشاء ما يكون ويكون ما لا يشاء، وأنه لم يخلق أفعال العباد، فنفوا قدرته ومشيئته وخلقه لإثبات العدل، وجعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها من الحكمة. وكذلك هم والخوارج قالوا بإنفاذ الوعيد ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب، إذ كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام، فمتى لم يقل بذلك لزم كذبه، وغلطوا في فهم الوعيد. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف قصدوا به طاعة الله ورسوله كما يقصده الخوارج والزيدية، فغلطوا في ذلك. وكذلك إنكارهم للخوارق غير المعجزات قصدوا به إثبات النبوة ونصرها، وغلطوا فيما سلكوه، فإن النصر لا يكون بتكذيب الحق، وذلك لكونهم لم يحققوا خاصة آيات الأنبياء. قال: والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم، وبينوا ما بينوه من تناقضهم، وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجماعة، فحصل بما قالوه من بيان تناقض أصحاب البدع الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثير. انتهى كلام الشيخ. أي إذن الشيخ هنا يتكلم كلام شنو؟ يتكلم كلاما نسبيا، يتكلم كلاما نسبيا. حتى الأشاعرة هو رد عليهم غاية الردود وكشف مذهبهم غاية الكشف، ولكنه إذا تكلم عنهم بشيء من إثبات المحاسن فهذا لا يكون على الإطلاق، إنما في جهود تصب لصالح الإسلام، ومن ذلك قمعهم للمعتزلة وقمعهم للجهمية وقمعهم لشنو؟ لمن هو أشد شرا منهم. هذا هو شنو؟ هذا هو المقصد العام، هذا المقصد العام. طيب أيضا عندنا الموقف من العلماء، الموقف من العلماء، وأهل السنة يعاملون العلماء بالعدل عند وقوع الأخطاء منهم، خاصة العلماء مستقيم الأصول، خاصة العلماء مستقيم الأصول. وأول معلم في ذلك أنهم يبينون خطأ العالم، لأن الناس تبع للعلماء، يبينون خطأ العالم لأن الناس تبع للعلماء ويقتدون بعلمائهم، ويقتدون بعلمائهم. ثم إن خطأ العالم يتفاوت، أخطاء العلماء تتفاوت وليست درجتها واحدة وليست على منوال واحد. طيب قال الشاطبي في الموافقات، قال الشاطبي في الموافقات: المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب، المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب، فمن الأقوال ما يكون خلافا لدليل قطعي، فمن الأقوال ما يكون خلافا لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي في حكم كلي، أو إجماع قطعي في حكم كلي، ومنها ما يكون خلافا لدليل ظني، والأدلة الظنية متفاوتة كأخبار الآحاد والقياس الجزئية. طيب قال: فأما المخالف للقطع فلا إشكال في اطراحه. بعدين يعني لما نقول فلان عالم خلاص، قالوا هذه ليست صفة مدح مجردة من قيود. ليه؟ لأن العالم هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يتكلم ويفعل ابتغاء مرضات الله تعالى وحده، وسنذكر شيئا من ذلك بالتفصيل. ولو كان الأمر مطلقا بلا قيود
كيف يقال بالنسبة لليهود الذين فيهم علماء ما دخلوا الإسلام أصلا؟ يعني الله جل جلاله يقول أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، فبني إسرائيل فيهم شنو؟ فيهم علماء بنص هذه الآية الكريمة، لكنهم شر الخلق. أي وكذلك شنو؟ هذه الأمة فيها علماء لكنهم شر ما في هذه الأمة. أي وكثير مثلا من الكفر ومن الشرك، حتى كفر القبور وشرك القبور، ما تظن أنه على وعامة بس، هذا غلط. شرك القبور وكفر القبور وشرك القبور والعكوف على القبور وهذه الأمور المتعلقة بالقبور، هذا الشان عليه علماء متغنين ومسندين وضابطين، حتى الأمهات التسعة باللسانيد المتصلة. أي ولهم شروح، شروع على البخاري، لهم شروع على صحيح مسلم، لهم شروع على سنن أبي داود، لهم شروع على سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، وهكذا. أي فهذه الأمور الكلام يكون فيها باتزان وبحذر أيضا. نعم. طيب فأما المخالف للقطع فلا إشكال في اطراحه، فلا إشكال في اطراحه، ولكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه لا للاعتداد به، لا للاعتداد به. وأما المخالف الظني ففيه الاجتهاد بناء على التوازن بينه وبين ما اعتمده صاحبه من القياس أو غيره. انتهى، انتهى كلام الشاطبي. فماذا أراد أن يبين؟ أراد أن يبين أن المخالفة للأدلة ليست على مرتبة واحدة، ليست على مرتبة واحدة. أي لذلك مثلا مثل معتزلة دين، يعني معقول المعتزلة ما عندهم علماء؟ ما عندهم علماء؟ الزمخشري ده شو؟ الزمخشري عالم، أي وصاحب تفسير، وعنده تفسير الكشاف، وعنده الفايق في الغريب في اللغة العربية. بل ابن تيمية نفسه بيقول ما في أحد جل فصاحة وبلاغة القرآن كم مثل الزمخشري. أي يعني في هذا الباب لا يجارى، في هذا الباب لا يجارى. لكن الكشاف نفسه لما تقرأ الكشاف بتاع الزمخشري، الكشاف عن عيون الأقاويل للزمخشري، بعد ما بتلقى فيه فصاحة اللغة العربية وبلاغة اللغة العربية في أعلى درجاتها، وكيف أظهر بلاغة القرآن الكريم التي لا تجارى قط، في نفس الكشاف تلقى عنده طوام في الاعتقاد. أي وبعدين يذكر اعتزالاته أحيانا بصورة خفية ماكرة. لذلك بعض العلماء قال الاعتزال من من كشاف الزمخشري ينقش بالمناقش. فمثلا في عقيدة أن القرآن مخلوق، دي مش عقيدتهم هكذا، تلقى الزمخشري يتكلم في بعض المواضع في التفسير بتاعه يمدح القرآن الكريم مدحا فائقا، خلاص فالقرآن الكريم هو كذا وهو كذا، يمدح القرآن مدحا يشدك شدا عاليا جدا جدا، وفي آخر كلامه يقول فتبارك الله أحسن الخالق. إيش هذا؟ أي يعني ده شنو؟ ده اعتزال بشنو؟ اعتزال بالمكر الخفي. أي هذا اعتزال بالمكر الخفي. فالشاهد أن الفرق المنحرفة دي فيها شنو؟ فيها علماء. أي ولذلك أهل السنة خلاص بيتكلموا في هذه الأمور بشنو؟ باتزان. فابن تيمية مثلا لما يمدح الزمخشري بيمدحه في جانب، وبنبه لشنو؟ بنبه لجوانب أخرى. نعم. طيب هذا المقصود شنو من كلام الشاطبي. طيب وأقبح أنواع الخطأ، هذا مننا نحن، أقبح أنواع الخطأ ما كان تقريرا لنقض أصل كلي عليه أهل السنة والجماعة. طيب يلا بعد ذاك، يعني شنو لمن نستصحب هذه المحاذير خلاص، فبعضها للسنة اللي وقعوا في زلات، اللي وقعوا في زلات، كيف تعامل أهل السنة معهم؟ أي كيف تعامل أهل السنة معهم؟ طيب نمرة واحد، قال سعيد ابن المسيب، قال سعيد ابن المسيب ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه
وهب نقصه لفضله. فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. طيب هذا ذكره الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، ذكره الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، وذكره الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وفي التمهيد. وهذا الأثر من ناحية إسنادية لا يثبت عن سعيد، لكن يستشهدون به لأنه معناه فيه مقبول. طيب نمرة اثنين، عن بكير بن الأشج، عن بكير بن الأشج عن القاسم بن محمد قال: إن رجلا قال، إن رجلا قال: عجبت من عائشة رضي الله عنها، عجبت من عائشة رضي الله عنها حين كانت تصلي أربعا في السفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، حين كانت تصلي أربعا في السفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، فقال له القاسم بن محمد: عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يلزم شنو؟ يلزم السنة، متى ما سفرت صلي كم؟ اثنين. نعم، عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناس من لا يعاب، من الناس من لا يعاب. وهذا أثر إسناده جيد، خرجه ابن عبد البر في التمهيد وفي جامع بيان العلم وفضله. طيب يلا، هنا المقصود ماذا؟ المقصود ماذا؟ عائشة رضي الله عنها لما تسافر كانت بتصلي كم؟ أربعة. طيب عثمان رضي الله عنه أيضا كان يصلي ركعتين في منى صدرا من خلافته، بعد ذلك أتم. يلا العلماء تأولوا صنيع عثمان وصنيع عائشة رضي الله عنهما، وعندهم في المسألة أقوال كثيرة، عندهم في المسألة أقوال كثيرة، أصحها قول واحد، أصحها والله أعلم قول واحد، وهو أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما كانا يتمان في السفر لأنهما يريان أن القصر ليس واجبا، أي لأنهما يريان أن القصر ليس واجبا. إذن المسألة شنو؟ اجتهادية، أي المسألة اجتهادية، لأنه تاني في أقوال ما صحيحة، أي في أقوال تاني ما صحيحة، يعني في قول غريب جدا جدا ومحكي ومذكور في الكتب، يقول أن عائشة رضي الله عنها لأنها أم لكل المؤمنين خلاص، فأي بلد أتته فهي صاحبة المنزل لأنه من ناسل في البيت. الكلام ده كيف؟ خلاص أمك في البيت مش ست البيت، أمك في البيت ست البيت صح؟ يلا عائشة أي بيت جاته سته لأنهم المؤمنين، لأنهم المؤمنين. لكن القول ده ضعيف جدا كدلالة، هاي ضعيف ليه؟ ضعيف لأنه لو كان هذا القول متسق أو متجه فكان الأولى بالقصر الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، هاي لأن الله تعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هاي. وثانيا كان القصر سيكون عليه باقي أمهات المؤمنين، هاي، ولكنه لم يرد إلا عن من؟ إلا عن عائشة. فالصواب أنها هي وعثمان خلاص رضي الله عنهما يا ريان ذلك اجتهادا، أي برضو لأنه في تأويل في فعل عثمان رضي الله عنه، في علماء بيقولوا شنو؟ بيقولوا أنه تأهل بمكة، أي تزوج بها امرأة ويعني لم يخرج حتى تأهل، ولذلك شنو؟ أتم الصلاة. لكن هذا القول أيضا قالوا ضعيف، لأنه لم يثبت ولم يصح من ناحية إسناد عن عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب الشاهد أن القاسم هنا قال يلزم السنة خلاص، وفي نفس الوقت قال من الناس شنو؟ من لا يعاب، أي بمعنى أن عائشة لا تعاب، أي رضي الله عنها، فهي عالمة وفقيها ومجتهدة، وهذا ما أداه إليها اجتهادها. طيب نمرة ثلاثة، قال الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات،
فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضي الله عنهم بعضهم في بعض، لأن كلام بعض في بعض كدلالة من العلماء ما أخذوه، أي مثل وصفهم بأنهم تقاتلوا للدنيا، هذا صح عن أبي برزة الأسلمي في صحيح البخاري، لكن أهل السنة لمن جدوّنوا عقيدة وكتبوها ونشروها وبثوها وثبتوها، لمن جد تكلم عن باب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكان بيقولوا نكف عن ذلك، ولا كان بيقولوا من عقائدنا في الصحابة أنهم تقاتلوا لأجل الدنيا؟ أكان بيقولوا نكف عن ذلك، أي وكان بيقرروا أن الجميع شنو؟ أن الجميع مجتهدون، أي هذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، قرر النووي في شرح صحيح مسلم، وقرر الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة، وقرر القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب العواصم من القواصم. ولو فتحنا مثل هذا الباب بتوجيه كلام أبي برزة على ظاهره أنهم تقاتلوا لأجل الدنيا، فهذا تلزم منه لوازم فاسدة لا تطاق، أي لا تطاق. وهذا المقام لو احتجنا سنسرده بصورة أكثر، لكن أرى هذا يكفي فيه. أي وهناك أقوال لا ينبغي أن ينبه الجهال عليها ابتداء، أي لا ينبغي أن ينبه الجهال عليها ابتداء. طيب، قال فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك ضل ضلالا بعيدا، فإن فعل ذلك ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا، وخسر خسرانا. وكذلك إن قبل في سعيد المسيب قول عكرمة، وكذلك إن قبل في سعيد بن المسيب قول عكرمة. وفي الشعب أو من الشعب، وفي الشعب وأهل الحجاز وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل الشام، وأهل الشام. طيب، قال وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرناه في هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم في بعض، خلاص، أو قبله وفي الشعب وأهل الحجاز وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل الشام على الجملة، وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرناه في هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم في بعض، فإن لم يفعل، خلاص، ولن يفعل إن هداه الله وألهمه رشده، فليقف عندما شرطنا في أن لا يقبل في من صحت عدالته، ده الآن الضابط، خلاص لا يقبل في من صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتصاون، ولزم المروءة والتصاون، وكان خيره غالبا وشره أقل عمله، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به، وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر، انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر. طيب، لو افترضنا مثلا كلام يعني ما عنده قيمة، خلاص، باعتبار مثلا أخذنا على الظاهر أن الصحابة رضي الله عنهم اقتتلوا لأجل الدنيا، طيب الدماء التي سفكت يأثمون فيها أم لا يأثمون؟ يأثمون إذا كان قتالهم لأجل الدنيا، يأثمون في هذه الدماء أم لا يأثمون؟ يأثمون. فمثل هذا الكلام يفتح باب شر كبير، لذلك قال النووي جملة يجب ضبطها وفهمها وإتقانها، قال كل حديث فيه دخل على صحابه يجب تأويله. هذا كلام الراسخين من أهل العلم وعلماء الأمة المعتبرين، قال كل حديث فيه دخل على صحابي يجب تأويله. ولذلك لمن قرروا عقيدة أهل السنة في باب الصحابة فأجمعوا على أنه لا يقبل كلام سوء ولو في صحابي واحد، حتى قال أحمد بن حنبل لا بد من الترد عنهم جميعا وعدم التعرض لأي واحد منهم، قال فمن فعل وجب على السلطان أن يؤدبه.
طيب من المسائل المطلوب الوقوف عندها أيضا محنة الإمام البخاري رحمه الله، محنة الإمام البخاري رحمه الله، حيث رمي ببدعة اللفظ، حيث رمي ببدعة اللفظ. طيب، والمقصود باللفظ يعني أن اللفظ بالقرآن مخلوق، أي التلاوة، لأن المعتزلة أحدثوا فتنة كبيرة في الأمة في زمن المامون في هذا الباب، وقالوا أن القرآن شنو؟ مخلوق. وتصدى لهم الإمام أحمد بن حنبل وسجن في ذلك، وابتلي ابتلاء شديدا داخل السجن. خلاص. طيب، وانجلت الفتنة بانقماع بدعة المعتزلة هذه، وهي بدعة كفرية، يعني بدون خلاف بين أهل السنة والجماعة هي بدعة كفرية. طيب، يلا، الإمام البخاري رحمه الله تعالى اتهم أنه يقول لفظ بالقرآن مخلوق، اتهم بذلك، وفي هذا وقعت ملابسات تكلم العلماء عنها كلاما يعني ينبغي الوقوف عنده، ينبغي الوقوف عنده. طيب، أول ذلك يعني أن اللفظ بالقرآن أو المراد باللفظية أو بدعة اللفظ أن اللفظ بالقرآن مخلوق، والمراد التلاوة، يعني اللفظية يعتقد أن التلاوة شنو؟ مخلوقة، واللفظ بالقرآن مخلوق، وهذا القول مؤداه أن القرآن مخلوق، أي مؤداه أن القرآن مخلوق. وهذه الأمور فصلناها في شنو؟ في دروس مضت كثيرة، صحيح؟ أي مرت معنا كثير، يعني مرت معنا، وكان الحمد لله أخذنا حتى شنو كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري، قرأناه كله كاملا. أي طيب، وهذا القول هو قول جهم بن صفوان، قال الإمام أحمد اللفظية جهمية، قال الإمام أحمد اللفظية جهمية، رواه اللالكائي. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: وأما البخاري فكان من كبار الأئمة الأذكياء، وأما البخاري فكان من كبار الأئمة الأذكياء، فقال: ما قلت ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ما قلت ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وإنما حركاتهم وأصواتهم وأفعالهم مخلوقة، وإنما حركاتهم وأصواتهم وأفعالهم مخلوقة، والقرآن المسموع المتلو الملفوظ المكتوب في المصاحف كلام الله غير مخلوق. إذن ده كلام واضح، صح؟ هذا كلام واضح يعني. وصنف في ذلك كتاب أفعال العباد مجلد، فأنكر عليه طائفة وما فهموا مرامه. يبقى هنا في سوفة ده تضبطه في الأول، في شنو؟ سوفة، قالوا ما فهموا مرامه كالذهلي، وهذا من شيوخه الكبار يعني، كالذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي بكر الأعين وغيرهم. انتهى كلام الذهبي. إذن هذا دل على أن في الأمر سوء شنو؟ سوفة. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وكذلك أيضا افترى بعض الناس على الإمام البخاري صاحب الصحيح أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فالشيخ بيّن أن هذا الكلام المنسوب للبخاري عبارة عن شنو؟ افتراء عليه، ليس صحيحا، ليس صحيحا، وجعلوه من اللفظية، حتى وقع بينه وبين أصحابه مثل محمد بن يحيى الذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم بسبب ذلك، وكان في القضية أهواء وظنون. قد مسلك ثاني، صح؟ في ناس عندهم سوء فهم، في ناس عندهم شنو؟ أهواء وظنون. أي حتى صنف كتاب خلق الأفعال، حتى صنف كتاب خلق الأفعال. طيب، قال ابن تيمية، قال ابن تيمية: لم يفهموا بعض كلامه،
لدقته وغموضه. لم يفهموا بعض كلامه لدقته وغموضه. طيب ثانيا بعضهم تعمد الكذب عليه. من الناس من تعمد الكذب على البخاري، هذا بدافع الحسد وما يجري مجرى ذلك. وقد يكون شنو هؤلاء علماء لكنهم علماء سوء، لأن العالم الحق لا يمكن شنو لا يمكن يكذب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، هذا في الجزء 12 تلقوا، قال: حتى رأيت بخط بعض الشيوخ الذين لهم علم ودين يقول: مات البخاري بقرية خرتنك، فأرسل أحمد إلى أهل القرية يأمرهم أن لا يصلوا عليه لأجل قوله في مسألة اللفظ، وهذا من أبين الكذب على أحمد والبخاري، وكاذبه جاهل بحالهما، فإن البخاري رضي الله عنه توفى سنة 56 بعد موت أحمد 15 سنة. من الغرائب الغريبة برضو اليوم مش الثلاثاء ولله الأربعاء، ليلة الصباح في واحد كاتب في الجزائر خلاص يشتم في ابن تيمية، يشتم في ابن تيمية، وقال ابن تيمية سنة 92 كفر الناس كلها في الجزائر 1992. يعني شنو فعل الناس ما يساوي بعر، في بشر ما يساوي بعر. ابن تيمية كفر الناس كلهم في الجزائر سنة 1992. ده واقع من وين لما نقول السودان، يعني نجم من وين ده أصلا. طيب قال: فإن أحمد توفى سنة 41، ده من جانب، وكان أحمد مكرما للبخاري معظما، وأما تعظيم البخاري وأمثاله لأحمد فهذا أظهر من أن يذكر، فهذا أظهر من أن يذكر. طيب كيف أحمد بن حنبل يكتب للناس يقول ما صلوا على البخاري صلاة الجنازة وهم يتقبل البخاري ب15؟ يعني هذا شنو؟ هذا كذب في الكذب، الكذب القبيح في الكذب، الكذب القبيح الذي يكشف لأول وهلة، وممكن في كذبة ما تكتشف، يكون الكاذب ذكي أو يكون الكذبة فيها تدليس خفي شديد، لكن كذبة زي دي شنو واضحة جدا، زي الرحال ذاك ابن بطوطة لما وصل دمشق في الشام، ويعني قال دخلت الشام لما تاني جا كتب، وقال يعني ابن تيمية طلع في أعلى سقف منزل بسلم، ثم جاء نازل بسلم درجة درجة، وقال إن الله ينزل من السماء الدنيا هكذا. ده برضو كلام مذكور، يعني كلام مذكور، في حين أنه ابن بطوطة لما مشى دمشق دخل، ابن تيمية كان متوفي ميت ما رآه أصلا. وثانيا هذا ينسب له خلاص، وابن تيمية نفسه عنده كتاب اسمه شرح حديث النزول، وقال: من قال لك كيف ينزل الله فقل له كيف الله، فإن قال لا أعرف لله جل جلاله كيفية فقل لا نعرف لنزول الله جل جلاله كيفية. فكيف ينسب لإنسان كلام في كتبه بخلاف ما نسب إليه، والناسب إليه هذا الكلام عندما دخل الشام، ويعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية قد توفي بمدة طويلة. طيب الشيء الثالث، الأمور هذه عندما التبست، فبعض العلماء هجر الإمام البخاري، بعض العلماء هجر الإمام البخاري، هجروه الهجر الواحد هذا. وهذا يبين أن أخبارا تصل بصورة غير صحيحة في كل زمن، وأن سوى فهم يقع، وأن سوى فهم يقع. لكن اللي هجروا البخاري ديل، اللي هجروا الإمام البخاري، كانوا علماء كبار وراسخين أيضا في العلم، والبخاري نفسه تتلمذ على بعضهم، وهم شيوخه، وكان يجلهم غاية الإجلال، فوجد نفسه أمام هجر منهم، وكتبوا في التحذير منه، حتى كتبوا في شنو؟ في التحذير منه. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:
والقول بأن اللفظ غير مخلوق نسب إلى محمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم الرازي، بل وبعض الناس ينسبه إلى أبي زرعة أيضا، ويقول إنه هو وأبو حاتم هجرا البخاري لما هجره محمد بن يحيى الذهلي، والقصة في ذلك مشهورة. خلاص، ودال علماء حديث كبار يا جماعة، هؤلاء علماء حديث كبار جدا. طيب، الشيء الرابع ترتب على هذا أن بعض الناس ترك الحديث عن البخاري، بعض الناس ترك الحديث عن البخاري. قال الحافظ الذهبي، قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: قدم محمد بن إسماعيل الري، الري هذه مدينة كبيرة، الذي ينسب لها يقال شنو؟ ما يقال ري، إنما يقال رازي. فأي عالم يعني نسبته كذا الرازي، أبو زرع الرازي، أبو حاتم الرازي، فهو من مدينة الري هذه. طيب، قال: قدم محمد بن إسماعيل الري سنة 50 و200، وسمع منه أبي أي أبو حاتم وأبو زرعة أي تتلمذا على البخاري الاثنين، وتركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى أنه أثر عندهم بنيسابورة أن لفظه بالقرآن مخلوق. إذن في البداية سمعوا منه وجلسا إليه وتتلمذا عليه، فلما جاءتهم رسالة الذهلي ترك البخاري. قلت، القائل هنا الحافظ الذهبي، قلت: إن تركا حديثه أو لم يتركاه، البخاري ثقة مأمون محتج به في العالم. انتهى كلام الذهبي. طيب، يلا، الكلام ده كله يا جماعة جابن تيمية اعتذر للجميع. جابن تيمية اعتذر شنو؟ اعتذر للجميع، لكن يطلع من العذر منه، يطلع منه من؟ يطلع منه الكذابين. الكذب يخرج من شنو؟ من اعتذار ابن تيمية. طيب، قال ابن تيمية: وأعظم ما وقعت بدعة اللفظ بخراسان، وأعظم ما وقعت بدعة اللفظ بخراسان، وتعصب فيها على البخاري مع جلالته وإمامته، وإن كان الذين قاموا عليه أيضا أئمة أجلة، لأن الذهلي ما تكلم الناس في إمامته، وكذلك أبو حاتم ما تكلموا في إمامته، وكذلك أبو زرعة ما تكلموا في إمامته، فالذي جرى بينهم كان بسبب شنو؟ التباس أمور وشنو؟ سوء فهم، يعني سوء فهم. وما قصد الذهلي بالبخاري شيئا، ولا أبو زرعة ولا أبو حاتم، أي ما قصدوا به شيئا. وإن كان الذين قاموا عليه أيضا أئمة أجلاء، فالبخاري رضي الله عنه من أجل الناس، هو أجل منهم، وإذا حسن قصدهم واجتمع هو وهم أثابه الله وإياهم على حسن القصد والاجتهاد، وإن كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأ فالله يغفر لهم كلهم، لكن من الجهال من لا يدري كيف وقعت منه. وكلام الشيخ فيه شنو؟ فيه اعتذار من جانب، وإخراج من يعني شنو؟ لبعض الناس من الاعتذار ذاته. خلاص، أبو زرعة وأبو حاتم والذهلي ما قصدوا شيئا البخاري ذاته، إنما قصدوا حراسة العقيدة على حسب شنو؟ ما جاءت الأمور إليهم، على حسب ما جاءت الأمور إليهم، وما رمي به البخاري بريء منه، لم يقله أصلا قط، إنما قال بخلافه، إنما قال بخلافه. يلا، كلهم في النهاية ابن تيمية قال الله يغفر له جميعا، الله تعالى يعني قال نسأل الله تعالى أن يغفر لهم جميعا. نعم. طيب، المبحث ذات القوة في الجزء 12
في مجموع الفتاوى، تلقوه في الجزء 13 في فتح الباري، تلقوه أيضا في الجزء 12 في سير أعلام النبلاء. وفي شيخ مصر اللي هو الشيخ نشأت كمال، هو حقق كتاب اللالكائي، فعندما أتى إلى هذه المسائل أيضا جمع منها قدرا كبيرا جدا في الهامش، وهو نافع مفيد. طيب، في متفرقات نكتبها. قال الذهبي في السير، قال الذهبي في السير: ثم إن الكبير من أئمة العلم، ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه واتسع ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، يغفر له زلله. ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نعم، ولا نختدي به في بدعته ولا وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. انتهى. ثم إن الكلام ده يعني يستصحب معه أن ما رمي به قتادة من القول بالقدر هذا لم يصح أصلا، يعني قتادة لم يقل بالقدر، ولا صح أن الأئمة رموه به. طيب، يلا في هذه الأمور في الجيش في الشأن التطبيقي، خلاص من الأمثلة على ذلك العلماء الذين وقعوا في تأويل الصفات الإلهية، العلماء الذين وقعوا في تأويل الصفات الإلهية إما كلها أو جلها أو بعضها، لكن عندهم شنو؟ عندهم استقامة أصول. ثم هؤلاء المقصودون ما قالوا بمقولات الجهمية في شنو؟ في كل الأسماء والصفات، إنما شنو؟ أول بعض الصفات، أول بعض الصفات، والكل هنا إلا يحمل على الغالب، إلا يحمل على الغالب. طيب، هؤلاء مثلا مثل ابن حبان، مثل الإمام ابن حبان وأبي سليمان الخطابي صاحب معالم السنن شرح سنن أبي داود، والحافظ أبو بكر البيهقي، والإمام النووي، والحافظ ابن حجر العسقلاني، والشاطبي، خلاص يلا بتلقوا تفاوت في هذا شنو؟ في هذا الباب. ناس بتلقوا تفاوت في هذا الباب. يعني مثلا كتاب الأسماء والصفات للبيهقي هو عموما كتاب جيد جدا، كتاب جيد ومفيد جدا جدا، ورد فيه على بدع شنو؟ غلاة النفاة وأشباه هؤلاء، لكن وقع في شيء من إشكالات طفيفة، والعلماء اعتذروا له واستفاضوا في الكلام عن المسألة دي، وحتى بعضهم يعني شنو اعتذر له بأنه أخذ عقيدة أحمد بن حنبل بطريقة لم تصح عن أحمد بن حنبل. يعني هذا شنو؟ هذا موضوع طويل، يعني هذا موضوع طويل. طيب، النووي مثلا عنده تأويل صح في شرح صحيح مسلم، الحافظ ابن حجر عنده تأويل، لكن يعني تقوم تستصحبه أيضا شيء مهم جدا، أنه الحافظ ابن حجر شرح فتح الباري يعني في 25 سنة، شرح فتح شرح البخاري أقصد، فتح الباري صنفه في 25 سنة، وبعض العلماء قال 27. طيب، في 25 عام العالم تجد عليه أمورا لا تجد، تجد عليه. لذلك مثلا يعني في ناس الآن يقروا في فتح الباري مثلا يجيبوا أقوال الحافظ ابن حجر من كتاب الصلاة وكتاب الأذان وهكذا، ويجي يقول لك والله ابن حجر كذا وكذا 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 وكذا، تقول له هون على نفسك، أنت هذا الكلام في فتح الباري من كتاب الأذان، يقرأ كتاب التوحيد اللي هو آخر شنو؟ آخر صحيح البخاري نفسه، وآخر كتاب في شنو؟ في فتح الباري. يلا بين أقوال الحافظ في المجلدات الأولى من فتح الباري
وفي الجزء 13 من فتح الباري بالتحديد كتاب التوحيد يعني فروق كبيرة جدا وعظيمة وهائلة جدا. بل صرح في فتح الباري في كتاب التوحيد في شرح كتاب التوحيد أن تأويل الأسماء والصفات منهج باطل ومذهب فاسد وباطل. وقال كل السلف انقرض عهدهم على عدم القول بتأويل الأسماء والصفات، وإن كان هذا دينا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف قال لن تهضوا إلى نقله أشد من همتهم في نقل أبواب شنو؟ أبواب الصلاة وصيام رمضان ومباحث الطهارة وما يجري مجرى ذلك. أي طيب يلا القول ده كده واضح ولا ما واضح؟ هذا واضح. أي وإن كان بعض العلماء بيقول أن الحافظ انتهى إلى مثل مفوضة الحنابلة، بعضهم يقول هكذا، لكن أيضا لا يخلو من نظر فيه. أي يلا بعد تضبط قاعدة ابن تيمية ذكر قاعدة عامة، قال المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسد. المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسد. وأظن كثير من قل لكم تحذروا القراءة المبتورة خلاص والقراءة المجتزأة. يعني مثلا ما تقوم تمشي بس دخلت لك مكتبة ولقيت مثلا فتح الباري ضرب مثلا، أو لقيت زاد المعاد خلاص، أو لقيت عارضة الأحوذي شرح الترمذي، أنت عندك فراغ ده منتظرك إنسان يجي، والله عندك حاجة في راسك ده دار تقضى على بال ما الزمن يجي مشى طلع، بس جرى أي جزء من فتح الباري طلع له مثلا الجزء 8 ضرب مثلا أو الجزء 9 أو الجزء 7 وقعد يقرأ لقى له كلام ما فهمه جيد، يقول لك والله الحافظ ابن حجر قال كذا 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 كذا، تقول وين قال هذا؟ يقول لك في فتح الباري. طب انت قرات فتح الباري؟ يقول لك ما قرات فتح الباري. طيب هو قال هنا قول يكون اطلقه ونفس القول قيده في موضع شنو؟ في موضع اخر. لذلك دوما يا جماعه يعني من الوصيه التي ينبغي الاعتناء بها القراءه ما تكون مجتزئه. دار تقرا منهاج السنه مثلا، دار تقرا زاد المعاد، دار تقرا عارضه الاحوذي، دار تقرا معالم السنن، دار تقرا الاسماء والصفات للبيهقي، دار تقرا التوحيد لابن خزيمه، اقرا الكتاب كامل. واقرا الكتاب على شنو؟ اقرا الكتاب على شيخ عالم. لان الاشكالات اللي فيه بيصوب عليك وبصحح عليك. لكن تقرا كلام مبتور وكلام مجتزئ، انت منتظر انسان منتظر لك بشيء تقضى ما قضى ذاته. وتجي تقول ابن حجر كذا، النووي كذا، يعني ابن تيميه كذا، ابن القيم كذا، هذا ما منهج شنو؟ ما منهج رصين، نعم، ما منهج رصين. طيب كذلك يعني في علماء في باب الأسماء والصفات هم نبذوا التأويل وما يقول به بالمرة وحاربوه أشد الحرب، وسبحان الله نفسهم وقعوا في تأويل بعض الصفات. ومن نماذج ذلك الحافظ ابن عبد البر، حافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد أول بعض الصفات، مع أنه في المنهج العام هو ليس من أهل التأويل، أي وهو على عقيدة السلف، ويصرح كثيرا شنو بهذه الأمور بوضوح تام. أي ابن خزيمة ذاته يعني أول صفة نفس الشيء، مع أنه كان من أشد الناس حربا للمؤولة، أي كان من أشد الناس حربا للمؤولة. طيب قال الشيخ محمد اللمين الشمقيطي في العذب النمير، قال الشيخ محمد اللمين الشمقيطي في العذب النمير، كان يتكلم عن العلماء الأول يعني في الأسماء والصفات، قال ونحن نرجو الله، ونحن نرجو الله أن الذين وقعوا فيه من العلماء أن يعفو الله عنهم، أن يعفو الله عنهم ويغفر لهم لحسن نياتهم، ويغفر لهم لحسن نياتهم، فهم كما قال الشافعي رحمه الله رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا، رام نفع فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا. ونرجو الله ألا يكونوا كالذين قال الله فيهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. انتهى كلامه، انتهى كلامه. طيب الحديث أيضا له تتمة، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، الزمن كده خلص، والله تعالى أعلم.
وعلمه أحكم وأتم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.